ما تأثير حرب أوكرانيا التي تدور اليوم على أفغانستان؟ وأختم معك في دقيقة لو سمحت. أنا أعتقد أن حرب أوكرانيا وروسيا لا تؤثر مباشرة على أفغانستان، لأن الحرب وجهتها ليس شرق روسيا، بل ليس يعني شرق وجنوب روسيا، بل هي شمال روسيا، يعني بالضبط أوروبا. لا تؤثر مباشرة على أفغانستان، ممكن أن تؤثر بشكل غير مباشر كما أن تؤثر هذا الحرب على المنطقة. نحن ننتظر يعني يعني هل يكون هذا الصراع الغربي الشرقي فرصة لأفغانستان لإيجاد مساحة ضمن المجتمع الدولي والاعتراف ربما بالحكومة الجديدة؟ وأختم معك. أكيد أكيد أكيد، أنا أعتقد أن 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 هذا الشر الذي وقع بين الغرب والشرق تكون فرصة جيدة للحكومة الأفغانية الجديدة لأن تحصل على الاعتراف الدولي، وكذلك أن تدخل في ميدان السياسي على المجتمع الدولي، حيث كل من الغرب والشرق حاليا يسعون، وحسب معلوماتي هناك محاولات من قبل بعض المقامات الروسي للقاء مع القادة الحكومة الأفغانية، وكذلك بعض المقامة من قبل الدول الغربية على رأس الأمريكا هذه الأيام للقاء مع قادة حركة طالبان والحكومة الأفغانية الجديدة. كل واحد تسعى لأن تكون أفغانستان يعني موقفها موقف قريب منها. شكرا جزيلا. نعم، موقفها واضح أنها لا تدخل في هذه الصراعات العالمية. شكرا جزيلا لك دكتور سعيد الأفغاني الأكاديمي والمحلل السياسي الأفغاني، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم، وشكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.